لهذه المعركة الكبيرة هنا في هذا العالم المميز. أشهد أن العيد عيدين اليوم عند هل الإنجازات وهل النواميس وهل التوقيت الأفضل. بسم الله على بركة الله وحفظه. أيها الإخوة انطلقنا من جديد، انطلقنا في هذا العالم الساحر، انطلقنا في هذا العالم المميز. وشوطنا السادس في آخر أشواط هذه التسعيرة لمن أيها الإخوة؟ لمن أيها الإخوة؟ لمن أيها الكبار؟ هذا والعلم عند الله. ذهب إلى المركز الأول أمداهم وسعيد بن راشد بن يوعان الشامسي. نقلتنا على المركز الثاني بحر طامي، بحر طامي أهل العوير ويمع بن عبيد بن خليفة بالساحر. النقلة على المركز الثالث الشهم أيها الإخوة ومصبح بن عبيد بن سالم الراشدي ثالثا، بينما اللي في المركز الرابع من حاج خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. صباح الخير يا راعي قربوشة، صباحك خير، صباحك إنجاز دائما في هذا الميدان وغير هذا الميدان. مياس من الجانب الآخر، سالم بن محمد بن سالم بن واس الشبي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. اللي بالتسعيرة يتفضل عدنا هذه التسعيرة الفريدة من نوعها. هذا المساد أيها الإخوة الفريد من نوعه، وبتنظيم من نادي دبي لسباقات الهجرة العربية الأصيلة ودعم واهتمام من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. شكرا علي بن صرود. شكرا للجان أيها الإخوة. بسم الله أيها الإخوة، أمداهم لسعيد بن راشد بن يوعان الشامسي. حضروها للعين، حضرت الإنجازات عند ما حضروها للعين. والشهم من الجانب الآخر لمصبح بن عبيد بن سالم الراشدي. أشوف معوض سالم من محمد بن سالم خلفان بن عريل الشبي. هكذا أيها الإخوة كان الوصف التفصيلي لانطلاقاتنا مع المئتين المتر الأخيرة. وصل همم معوض. يا العيني ما تبكيك. هناك منحاش من الجانب الآخر، منحاش خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، ولكن معوض. عوضك يا محمد، يعلى العوض خير يا محمد. لمحمد بن سالم خلفان بن علي المركز الثاني، خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري المركز الثالث. أيها الإخوة هناك اللي في المركز الثالث مستمعين الأعزاء، وسعيد بن راشد بن يوعان الشامسي، وفي المركز الرابع لمصبح بن عبيد بن سالم الراشدي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. هكذا كان معوض. اللي فاجأني في اللحظات الأخيرة لمحمد بن سالم بن خلفان بالعري الاجتبي. سلام وتحياتي لكم يا أهل الخوانيج وأشواقي. دقيقتين 13 ثانية 59 جزء من الثانية. توقيت معوض أيها الإخوة. تهانينا والناموس للمشاركين في هذا المعترك الكبير، والله في هذا المعترك المميز. ونتمنى التوفيق والناموس لهم في هذه التسعيرة وفي هذا المساد الفريد من نوعه. ولأول مرة ما شاء الله دائما من طلقاتي هذه الرياضة العربية الأصيلة. أتمنى كل التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين.